دابا غنجيب الدغميره، جاي لها البنات الدغميره حطوا عليهم شي جديد. شي جديد فعلا، شي جديد. ايلا بغيت نشوفها ولا بغيت توحم. سمح لينا هي بصح نسينا هاد النقطه. اه بغيت توحم اختي، سمحي لينا البنات. هادي الدغميره راه ما تخلعكمش، تبعوا غير ديك المراحل اللي قلت لكم. البنات الناس كي كيجي كيجي رائع. انا راه شوفوا راه ما رققتوش بزاف وما خليتوش بليد هو هذا. ايوا يا البنات احنا خدامين 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 دائما. البنات كنلقى في الانستغرام تيقولوا لي صالحه بارطاجي معنا خدمتك وهذا والظروف اللي كتمر منها خدمتك. اش نقول لكم البنات راه كدور كتمر من ظروف مزريه كتكون الروينه وتماره والعيا وداك الشيء والجري حتى كنساليو. المهم هاد القنت هذا دايره في بديل التحاميل، هذا حتى هو عرفتو بديل التحاميل ما كيبقاش نهائيا. الحسافيله ليا اللي غادي تخرج اليوم ما كنخرجوش كلشي دقه واحده، كنبقاو نصيفطو بشويه بشويه. غنبدلو هاد الكرتونه غير حيت حسبنا ما الكرتونه مسكينه مبهدله، هادي مبهدله كما قلت لكم البنات. بالنسبه للحسافيله ليا وبديل التحاميل كيخرجوا كل نهار، غادي يجي واحد شويه ليفرور باش يديهم لان عليهم طلب. بديل التحاميل الناس اللي كيسولوني عليه ها هو هذا، راه ما تيكونش ديما حيت كيتقاد دغيا وحتى التقاديد ديالو صعيب، داكشي علاش كتكون الحسافيله ليا اكثر منه. بالنسبه لبديل التحاميل هو هذا البنات، شفتوه ها هو. كيدار بالاباس ديال التمر، كيكون فيه جنجلان، كيكون فيه اللوز، كيكون فيه يعني بزاف ديال الامورات اللي كتكون فيه. حتى هو راه بنين بحالو بحال الحسافيله ليا. البنات تيقولوا لي ناري شحال بنينه ما نكرهوهاش ما تقاداش، ولكن راه كتقادا يعني راه كدير سيمانه وكتقادا، كدير سيمانه القرعه وكتقادا، وجوج قراعي كيديو 15 يوم. هي هذيك جوج قراعي تيبينوا لك ديك النتيجه الاولى اللي بغيتي بالنسبه للحسافيله ليا. اما بالنسبه لبديل التحاميل فمن الشهر الاول القرعه الاولى كتدي شهر كتبين لك النتيجه اللي بغيتي. الحسافيله هذا البديل التحاميل ما شاء الله ما شاء الله واعر، يعني ما نعاودش لكم، خطير خطير جدا. بالنسبه للبنات اللي باغيين يبرزوا المناطق الانثويه عندك هاد بديل التحاميل رائع بزاف. طبيعي 100% ما فيهش مواد ديال الفارماسي ولا شي حاجه، طبيعي 100% كيعطي النتيجه. الناس قالوا لينا كاين اللي عطاو النتيجه ابتداء من 10 ايام، انا كنقول لكم كيعطي النتيجه ابتداء من الشهر الاول. باش ما نقولش لكم 10 ايام 15 يوم 20 يوم، المهم الشهر الاول كتكملي القرعه فيها كيلو. دابا راه بروموسيون بلاصت من 400 درهم كيبقى فقط 350 درهم. سارعوا البنات باش دوزوا لا كوموند فيه، ويلا خديتو جوج كيبقاو لكم ب 650 درهم ولا ليفريزون غراتويت المغرب كامل. بالنسبه لبديل التحاميل فقط ابراز المناطق الانثويه فقط ما عنده حتى شي حاجه اخرى دور من غير هادي، ولكن راه واعر البنات، راه اقسم بالله العلي العظيم الا واعر، شي حاجه واعره. بالنسبه للحسافيله اللي عندها بزاف ديال يعني بزاف ديال المنافع، الناس اللي كيكون فيهم فقر الدم، الناس اللي تيكون فيهم. انا البنات انا ما نقدرش، كنت كناكلها دابا ما نقدرش ناكلها لان غتغلظني وانا ما بغاش نغلط. فاش غنقول لكم راه اون فوا كتبداي تتبعيها. بالنسبه للبنات اللي ضعاف كيعطيكم النتيجه 100%، اللي عندهم فقر الدم، اللي عندهم بومزوي، اللي عندهم جرثومه المعده، اللي ما تيكونش عندهم لينيرجي. حنا كنا كنديروا قرعه ب 300 درهم، دابا فقط 250 درهم، وحيت جوج هما اللي كيعطيو النتيجه يعني في 15 يوم الاولى خليناهم فقط ب 450 درهم ولا ليفريزون غراتويت المغرب كامل. ودابا هاد البروموسيون غتسالي السيمانه قريب، بقات لها تقريبا شي 3 ايام بحال هكا كل 4 ايام وتسالي هاد السيمانه ولا قل كاع. فراه الشهر الجاي البنات ما غادي يبقاش هاد البروموسيون غنحيدوه. سارعوا باش دوزوا لي كوموند ديالكم. الناس الاولين حيت كيتقلقوا علينا كيقول لك كنكوموندي وكنلقاها تقادات،
راه الناس اللي كيبغيو يدوزوا لي كوموند كيدوزوا من الاولين باش كيلقاو سلعتهم وكتبقى ليهم. هادشي اللي كاين هذا هو الرقم، تواصلوا مع ساره، دوزوا لي كوموند ديالكم، عطيوها المعلومات ديالكم، غدخلكم في السيستم باش غادي يجي عندكم الليفرور يعطيكم سلعتكم وتخلصوها عاد باش تاخذوها. وهادشي اللي كاين اخوتي، غتخلصوا فقط ثمن البرودوي، اما لا ليفريزون راه غراتويت المغرب كامل. هنا غادي نتسنى تيجيني التيكيت عاد نكمل هادشي. يلا اخوتي ندوزوا ان شاء الله نشوفوا غديوتنا. السلام عليكم، اهلا وسهلا، مرحبا بكم في فيديو جديد. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين؟ شخباركم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده. تو انا دايره واحد التغلغيله ديال الزيت لشعري حيت باغا نمشي للحمام من الزيت اللي كنستعمل ديالي. نسالي الخدمه اليوم ان شاء الله غادي نكملو، نسالي الخدمه ونمشي نجمع، اصلا جامع حوايجي جامع عصاكي من تما ان شاء الله للحمام ديريكت. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين؟ شخباركم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده وتوحشكم بزاف بزاف. اليوم ان شاء الله غنبارطاجي معكم فيديو جديد ان شاء الله غادي نبارطاجي معكم في الكوزينه. ما غتشوفوش يا اختي وجهي، حتى الناس اللي ما كيحملونيش ما غتشوفوش يا اختي وجهي، كوني هانيه. والله الا توحشكم هكا نبقى نتحدث معكم وندوي معكم. وهذا غادي ندير حيت حنا تبارك الله راكم عارفين الناس كيجيو يعاونوني، تبغي شويه ديري لهم غديوه زوينه. داكشي غادي ندير دجاج محمر، طريقه سهله دغيا دغيا، نتوما غتشوفوا كيفاش دايره، غادي يجي بنين مسروع من داكشي رفيع. المهم انا قلت بعدا ونسلم عليكم عاد باش ندوز ان شاء الله نبارطاجي معكم الفيديو. توحشكم بزاف بزاف، الهلا يخطيكم عليا، الله يحفظكم، الله يكبر بكم على التعاليق الزوينه ديالكم، على الدعوات الزوينه ديالكم اللي فين ما كندور كنلقى دعوات زوينه كيحطوا ليا المتتبعين بطبيعه الحال الزوينين. الله يحفظكم ليا، الهلا يخطيكم، وان شاء الله نرد لكم في ساعه الخير هاد الدعاوي ديال الخير، نردوا لكم في ساعه الخير. شوفوا روتانا روتانا من التحت وهذا، ولكن انا بغيت نصور لحت عليا زيف، اما انا اصلا كان معري، شفتو كان معري. المهم ما عليناش، كنبغي نقول شي حاجه وكتمشي ليا كتهرب ليا الهضره. صافي اللهم خلي بلاش، يلا نمشيو نتلاقاو حسن في الكوزينه، كنبغيكم بزاف بزاف، باي باي. ودابا غنبارطاجي معكم المقادير ديال الدجاج المحمر. غندير جوج دجاجات مع حنا تبارك الله كثر، غندير جوج. غادي نحتاج بالنسبه للعطريه هنا غادي نحتاج الملحه، البزار، السكينجبير، الكركم. غادي نحتاج العطريه ديال الدجاجه، هي جديده كديرها خالتي كطحنها على يديها. عقلت النهار اللي بارطاجيت معكم المرزيه ديال اللحم كديرهم على يديها، يعني خالتي داك النهار كانت كتجمع في هذوك المقادير وكتنشفهم هي، كتكربهم كطحنهم نفس الشكل كديرو بالنسبه للمروزي هذا العطريه ديال الدجاج ديال التحمر. ها هي شوفوا على اللون ديالها كي داير، اما الريحه ما نعاودش لكم. غادي نحتاج هنايا ورقه سيدنا موسى، غادي نحتاج جوج دامات ديال الزعفران، جوج. غادي نحتاج الثومه، واحد جوج ثلاثه أربعة خمسة، لا خمسة ستة، نورمالمون كنديرو ربعة تومات في الدجاجة. أنا هنايا عندي جوج دجاجات، غادي ندير ليهم جوج ربعة ستة، المهم سبعة معليش. صافي غادي نحتاج هنا النص بصلة، غنحتاج القزبر والمعدنوس، وغادي نحتاج هنا عندي أنا الحامض حايل. الحامض حايل كيكون مالح على الحامض المصير، حضيو معاه. شوفوا أنا هنا شحال عندي ديال الملحة، مزال هادي ما غنديرهاش كلها، غادي ندق هنا الثومه والربيع والحامض الحايل، هنا غندقهم انا نبارطاجي معاكم. دابا البنات غادي نحتاج هاد المهراس، غادي ندير الثومه ودابا البنات غادي نحتاج هاد المهراس اولا اي مهراس عندكم، غادي نحط اولا ديروا هذيك الطحانه. غادي ندير الثومه، انا بغيت ندير هذه الطريقه كتعجبني ديك الريحه ملي كيتطحن داك الخليط هنا كيعطي واحد الريحه زوين. غادي ندير داك القزبر والمعدنوس وغادي ندير الحامض، نجيبو هنا نقربو
ندير الحامض تقريبا، غنحاول ندير واحد نص حامضه هنا حيت فوقاني مفرتت، غنحاول هذا راه اللب، غنحاول ندير واحد نص حامضه صافي. ندوز دابا نبدا كندوق، كيعطي واحد الريحه مغايره البنات على فاش كتدقوا كتطحنوا الطحانه ديال الطوب، سبحان الله حتى البنه مختلفه. يلا البنات انا غنكمل غنكمل الدقان ونرجع معكم. دابا غادي ناخذ هذيك العطريه غادي نضيفها هنا في الطنجره اللي درت فيها ديجا الماء، غادي ندير العطريه كامله اللي وريتكم هنا معاهم حتى هاد سميتو شوف، كنضيف كلشي. غادي نزيد شويه ديال الملون، فتحمر الدجاج ضروري خاصو يكون يعني باش كيبان داك الدغميره هكاك ملونه، كتاخذ داك اللون القهوي من بعد ملي كيطيب ضروري خاص من الملون كيمشي بزاف، عاوتاني ضروري في العراسات ماشي في الديور غير انا حيت دابا كنصور معاكم. خلط طبيعة الحال ايديا نقيه محتاجاش شرح ياك صافي. وغادي ندير الدجاج ديالي بحال هكا كنخلي الدجاج يشرب هنايا في العطريه هذه، ما نديروش الزيت، نخلي الدجاج يشرب هنايا واحد تقريبا واحد نص ساعه على الاقل اولا بيتوافق فيه، غير نتوما ما ديروش الماء بحالي انا بزاف حيت انا دابا غادي هذا الماء هذا هو اللي غيطيب فيه الدجاج، داكشي علاش كتشوفوا دابا ديك العطريه ما بانتش، اما كنا يعني كان باقي الحال ما نديرش انا هذا الماء كامل، نخلي العطريه كتشرب مزيان ندخل لداخل. وفاش نبغي نطيب الدجاج كنشد هاد الدجاجات كنقلبهم على الصدر، دابا غادي نخليهم واحد نص ساعه وغادي نرجع معاهم. ودابا البنات غادي ندير البصله البصيله هذه اللي كتبنن، اما البصله الاخرى راه مازال جايه، كندير البصيله هكا وغادي نرمي عويد هاد الورقه ديال سيدنا موسى وغادي نغطي، ولكن غنغطي ونخلي شويه منين يتنفس الدجاج باش ما يتفركش ليه، انا راه قلت لكم كما قلت لكم راه خليته شويه تشرب ديك العطريه. ودابا البنات غادي ندوز باش نعجن، غادي نحتاج هنايا الدقيق تقريبا كيلو كيلو نص كيلو نص كيلو رابعه رابعه كيلو لا ربع كيلو لا ربع اللي بغيتو، دقيق ديال الفورس مع دقيق الحرش بفينو اولا دقيق سبيسيال. غندير دابا خبيزات بالزرارع، نخلط هادشي بعدا هو الاول، غندير مليحه شحال هادي ما عشت في الدار ملي جاتني الحداقه وكتجيني الحداقه كنطالق مليحه، غندير الزرارع هنا عندي جنجلان حبه حلاوه ولا ما كانش حبه حلاوه النافع ولا ما كانش النافع حبه حلاوه، المهم واحد فيهم نفس الكونسيبت وهذا زرعت الكتان وجنجلان، غنضيفهم غنضيف معلقه ونص ديال الخميره حيت هاد المعلقه عندي ما كبيراش بزاف، معلقه ونص عندكم معلقه كبيره ديروا عندكم ديروا معلقه واحده، شويه ديال السكر اشويه تخلط، كيجيو خبيزات بنان زوينين ما تشبعوش منهم، انا درتها القياس باش نتغداو صافي. انا خديت هاد الكاسرونه حيت فيه العزم فيه ما يجبد دوك الكيسان الكبار باش هذا، المهم
كنخلط بهذا الشكل هذا. ديما نجمع بغيت نعجن في قصريه بالعاني باش نبارطاجي معكم حلاوه العجينه. مابقاش نعجن غير في العجانه وهذا، خاصني حيت ماشي كلشي عنده العجانه، يعني كاين اللي ما كاين اللي غير كيشوف كتعجن في العجانه كيدير ناقص من ديك الحاجه كاع، كيما كيشوف كتعجن في القصريه ممكن هو عنده القصريه كيتشجع. زيد الماء هنا، واصلا توحشنا العجينه باليد. نجمع هذا الشيء وانطلق. هذا كاين اللي متخلي الجناب ياك اختي، تعيري فينا دابا. زيدوا شويه الماء، ولكن تعطوه الدليك ماشي تبقاو تزيدوا عاف الماء بلا دليك. يلا نكملوا الدليك ونرجع معاكم. ودابا البنات من بعد ما هذيك المرقه بدات كتغلي الدجاج راه باقي بعيد فيها، يعني كنتسناو غير ديك المرقه كتغلي. كنزيدو كاس لا روب ديال الزيت البلديه ما بين زيت البلديه وزيت روميه. شو البنات دابا ها هي تعجنات ودلكات مزيان، كنخليها شويه كتلصق. دابا غادي نجمعها بحال هكا، صافي ونغطيها نخليها تقريبا 10 دقائق حتى تضاعف الحجم ديالها. ودابا البنات العجينه ديالنا هي وجدات الانتظاريه هنا، شو كتخمر. كنحاولوا اننا نديرو لها بحال هكا باش تحيد داك الهواء. اصلا انا غادي نهزها كامله وندير هنا صغيره، غنجيب الزبده باش ما تعقدش عليكم. شو كنتخلص من داك الهواء، من بعد كنرش شويه ديال هذا الدقيق الفينو. ما نديرش بزاف ديال الدقيق باش نجيب واحد الموس. او معايا البنات ما تغطيوش حطي شويه ها فوالا صافي. وغادي نبدا نقطع، نتوما عبروا بالميزان ولا المهم انا عيني ميزاني في هادشي. انا اصلا بغيت خبيزات صغيورين ناكلهم هكا كيجيو حلوين في المعده، اللي خدا خبزه ما يعاود اخرى. هكا شحال جات؟ جوج ربعه سته ثمانيه عشره، جاو عشره. هذه صغيرة هذه كبيرة صافي. دابا البنات قربي شوي غنبارطاجي معكم التوليب. كنشدو العجينة كنقادوها بعدا، مازال انا غادي نقسم المهم. هادو جاوني كبار، انا بغيتهم صغار على حساب اللاطة باش تهز ليا كلشي، ماشي تهز ليا كلشي اللاطة باش ما نديرش اكثر من ثلاثة طيبات. انا نشرح لكم فيه، كندور هنايا من بعد كندوز اللوليب حيت مع صغيورين التلوليب شويه كيصعب، كانوا كبار دغيا دغيا. بحال هكا صافي، كنقلبها فوق داك الدقيق الحرش.
نجيب قطعة حرش كندير هكا من الفوق، اجي هنا غسلو وكنحطهم هنا. دابا البنات هذوك الدجاجات ها هما راه حيدتهم، هذه راه تقسمت لي على جوج حيت كنت داوي في التليفون وفي نفس الوقت كنهز فيه على لي يسلط عليكم شي واحد اللي تكونوا تحطوا الدجاج. شوفوا ها تقسمت عليها جوج، مي ماشي مشكل. دابا غادي نضيف البصله لهاد المريقه هادي. تقريبا عندي البصله كيلو في البصله ما تفوتوش. غادي نخلي دابا هاد الشيء طيب ونساه عنساو. كما عرفتوا البنات راه واحد اللذه راه ما نعاودش ليكم. نسيت غادي نزيد عنيقات. صافي ونغطي ونخليه. خبيزات البنات ها هما، دهنا اللاطات درنا الفران يسخن. دابا بسم الله غادي نبداو كناخذ الخبيزه الاولى كندير كيبانو خفاف. كنقرص خفيف خفيف ما كنوركش عليه بالكف ديالي باش ما يطبعوش ليا صبعاني في الخبز، ونحاول نحافظ على ديك التقاديده ديالو. نسوس ونحط هنا شتو خاصها تبقى مقاده نفس الشكل. البوطاجي كيعاون بالصراحه، قصري انكشاتني بيها مقاد. انا كنخدم شويه باش حيت كنصور ما انا راه كنسر بيه اكثر. صافي خليوها شويه، بغيتو ترقوهم رقوهم، ما بغيتوش خليوهم شويه عامر يعني باينين. ودابا البنات غادي ندير الخبز ها هو من بعد ما خمر، شفتوا تبارك الله كنديرو هنا في الوسط. هنا راه درجه الحراره عاليه بزاف، غنديرها هنا على 200 اكثر من 200 يعني اكثر من 200 فوق من التحت. هاد الطواجن داير بحال لجنه التحكيم، محطوطين هنا بحال لجنه التحكيم. اما بالنسبه للدغميره ها هي راها كتبقبق. هاد الكبده هادي البنات ها هي شفتوها، ها هي كانت كتصفيتها هنا حيد هادشي صافي خصو يتحسن. كما قلت لكم البنات هاد الكبده خديتها غسلتها مزيان وسلقتها في الحامض بالحامض. صافي صفيتها شللتها قطعتها هكا. اصلا كانت عندي شويه الكبده زايده في الكونجيلاتور، كتعجبني الكبده انا في الدغميره. صافي هذا الدجاج غنغطيه. الدغميره ها هي البنات كنعري عليها وكنخليها تبقبق على خاطرها وعاطي نسمه زوينه. دابا البنات غادي ناخذ نحرك شويه هاد لاصوص. شفتوا هاد الوقيته هادي غادي نضيف الكبه باش يلاه ديك الكبده كتشرب من ديك لاصوص وكتبنان. الكبده بوحدها راه ما بنيناش، ملي كتبنان ملي كنديروها هنا. صافي نخلي دابا هادشي على خاطر على عافية ناقصة ماشي مجهدة باش كتعلق على خاطرها. الدجاج غادي ندوزو ان شاء الله باش ندهنوه. دابا خبيزة هو كنديروه باش كنحطو وحدة هدا حدا على وحدة كنغطيه باش يرجع عليه داك الصهد ويترخف. الطاوة التانية ها هي راه غير باش ما يبردش الفران. شفتوا البنات الخبز شفتوا تبارك الله هذا الصف سخون. الصف هذا شفتوا انا نقطع لكم وحيده تشوفوها. تعالي هنا شويه شوفوا البنات كي كيجي رائع.
انا راه شوفو راه ما رققتوش بزاف وما خليتوش بغيت هو هذاك. انا كيعجبني بحال هكا، شوفو كي كيجي متقب من الداخل. صافي البنات، الدجاجه هو تحمر، خبزه نحطو العصير ولا داكشي. دغميره طفايه الا معلى دغميره. دغميره هي الدغمرات. دغميره زينه زينه يا اختي زينه معلكه. ايوا يا المشاهدين، ها هما الدجاجات ديالنا قديناهم. دابا غنجيو الدغميره. جا الى هنا الدغميره، الدغميره حطوا عليهم. هادشي جديد، فعلا هادشي جديد. ها هي اللي بغيت نشوفها، ولا بغيت توحم تسمح لينا. والله الا بصح نسينا هاد النقطة. اللي كتوحم اختي سمحي لينا. البنات هادي الدغميرة هاد راه ما تخلعكمش، تبعوا غير ديك المراحل اللي قلت لكم، والله هي تسهل وكتجي واعره بحال اللي دايره شي عرس. ياك دقتيها غيزلان زوينه، جات زوينه. ونقول لكم واحد الحاجه، دقتي بالخبار ضروري ما تفوتوش غير في الملحه، حاولوا انكم تتفاداو الملحه كاع ما ديروهاش. بالنسبه للبنات المبتدئات ما ديروش الملحه تذوقوا المريقه. صافي انا غادي نحط كلشي في الدراري الصغار وداكشي. اري اختي ديك الفريت حنا درناها بالفريز، غنديرو خديت هاد الزيتون اللي ماما مديره، ماما مرقداه، خديتو درت شويه ديال الماء غليتو فيه. غليتي فعاف في الماء بلا مرقه، حيت اصلا دايره ليه الثومه ودايره ليه معطر. صافي صافي البنات، دابا هاد العصير هذا من بعد غنبارطاجيه معاكم. هذا هو غدانا البنات.